رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي أمر بحل التحدي المصري لكرة القدم، يعني مجلس ادى الإدارة التعليمات بالإصلاح بالظبط، فالموضوع خلص وكلنا كنا تابعنا ساعتها ان مجلس إدارة الاتحاد كله قدم استقالة وابتدوا يشكلوا اللجنة الخماسية المنوط بيها إصلاح إدارة الحد. الاتحاد المصري لكرة القدم. كان تمام. على رأس اللجنة الخماسية ده السيد عمرو الجناني رئيسا للجنة الخماسية اللي أدارت الاتحاد المصري. تمام. السيد عمرو الجنايني طلع بقى يوم 5/3/2020 بتصريح، قال ايه؟ انا هقرا النص بتاع التصريح بتاعه وانت عقب عليه. اتفضل. قال ان تقنيه الفيديو لم تكن من ضمن التوصيات الخاصه بالاتحاد الدولي عند تعييننا كلجنه مؤقته. تمام. لتنفيذه في الكره المصريه، وده كان تحدي اضافي على المجلس، كان تحدي اضافي على المجلس ونجحنا فيه في خلال 33 يوم، يعني من 5 مارس. من 5 مارس دي بيقول ان انا خلاص ابتديت اعتمدت تقنيه الفار في الدوري المصري وعملت القصه دي كلها في 33 يوم. تمام. وصرح كمان ان احنا رفضنا مشاركه الانديه في تحمل تكاليف التقنيه، ده الكلام بتاع مين؟ بتاع المهندس مين؟ مع الاستاذ عمرو الجري. ده المهندس هاني ابو ريده قبل كده قال ان ما حدش راضي يشارك وانا هدور على حاجه. هنا قال هو احنا بيقول نتحمل. ان احنا رفضنا فكره المشاركه بتاعت الانديه. تمام. وقررنا تحمل الاتحاد بصوره كامله. طبعا هو كده كان بيفتخر بالانجاز ده ان هو عمله المجلس المؤقت اللي هو اللجنه الخماسيه. التنفيذ الفعلي كان من ايه؟ اكتوبر 2019، يعني بعد التصريح بتاع الاستاذ تامر يسري بتاع شركه ميديا بروب شهرين. يعني هو الاستاذ تامر يسري صرح ان انا هتعاقد وما كانش في اي ورق ولا في اي حاجه تشير ان هو هيتعاقد. تمام. هنيجي بس هنا نقف عند حته التعاقد مع الاتحاد الافريقي والتعاقد مع الاتحاد المصري. كان الكابتن محمد فضل المدير بتاع بطولة الكان، وفي نفس الوقت الكابتن محمد فضل كان عضو في اللجنة الخماسية صح. اللي كان بيدير الاتحاد، فكان هو اللي موجود، لأن هنا هم نسب الأستاذ عمرو الجنايني بعد كده قال إن الكابتن محمد فضل كان صاحب المشروع وهو المكلف بيه من المجلس. تمام. تمام. وزارة الشباب والرياضة دعمت الموضوع أو وقتها وقالت ان الموضوع ده هيشتغل هيمتد لمده 3 سنين ونص. تمام. على سبيل الاستئجار، ويرجع بعد 3 سنين ونص ملكيه الفار للاتحاد المصري لكره القدم. تمام. طيب انا بس هنا انا سالت حد صاحبي يعني او حد بيتكلم في ناحيه القانون، فقال المجلس متعاقد، المجلس المعين جاي، اللجنه الخماسيه جايه سنه واحده. ازاي انا هتعاقد مع وتسيير تقنيه امور ازاي هتعاقد مع تقنيه لمده 3 سنوات كامله و3 سنوات ونص؟ ما يمكن المجلس اللي هيجي، مجلس اداره الاتحاد اللي هيجي مش عاجبه الاتفاق، والقانون بيمنع والقانون انك انت بيمنع. تتخطى المده القانونيه بتاعتك. بالظبط كده. تمام. فكنت برضو من ضمن تصريحات الكابتن الاستاذ سيد الاستاذ عمرو الجنايني قال ان وليد العطار وجمال الغندور وكابتن جمال الغندور والاستاذ محمد عباده مسؤول الاتصالات، استاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق، والاثنين المكلفين بالاداره الشؤون القانونيه المستشار محمد المشطه والمستشار حسين حلمي. قول لي الاسماء تاني لو سمحت. هنقول تاني، هنقول ان هو قال ان الكابتن محمد فضل صاحب المشروع اللي هو عمرو الجنايني. ده تصريح الاستاذ عمرو الجنايني، التصريح موجود يعني. وقال ان اللي موجود معاه في الصوره الاستاذ وليد العطار اللي هو كان المدير التنفيذي، والكابتن جمال غندور بصفته رئيس لجنه الحكام الرئيسيه في هذا الوقت، والاستاذ محمد عباده مسؤول الاتصالات بالاتحاد مسؤول الاي تي، الاستاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق، واثنين من الشؤون القانونيه المستشار حسين حلمي والمستشار محمد المشطه. تمام. وقال ان العقد مع شركه ميديا برو بغرض ايه؟ بغرض التملك في نهايه مده الايجار اللي هي 3 سنين، اللي هي 3 سنين ونص، وبيكلف الشركه بالضروره الحصول على احدث التقنيات بتاعت تقنيه الفار، احدث التقنيات، ودي حطها في الذاكره بتاعتك بقى عشان انت هتعيش عليها كمان شويه. تمام. احدث تقنيه في ايه؟ في الفار. في الفار في كل سنه، يعني هو مطالب ان هو يجدد له التقنيه كل سنه، ما انت عندك 3 سنين ونص، فالثلاث سنين ونص ديت التقنيه دي بتبقى قديمه شويه، زي وبرامج. الموديل مثلا بتاع الموبايل والكلام ده بينزل حاجات جديده، فهو مطالب ان هو يجدد له، لانك انت بتأجر مش شاري. لو انت شاري ده بتاعك، تحدثه ما تحدثوش ماليش علاقه، تعمل صيانه ما تعملش ماليش علاقه، لكن انت متأجر منهم التقنيه.
طيب بعد نهاية مدة الإيجار آخر حاجة أو آخر أجهزة هتبقى موجودة في مصر هتبقى ملك الاتحاد المصري لكرة القدم. تمام. بعد الثلاث سنين ونص. القيمة القيمة العقدية بقى للاتفاق كانت كام؟ كانت 4,500,000 دولار. تمام. 4,500,000. تمام. 4,500,000 يعني عم نضربهم بقى بالمصري ساعتها تقريبا مش عارف بقى الدولار كان كام ب 20 جنيه حاجة كده كان يعني هتدخل مثلا في حوالي 90,000,000 ولا حاجة. العقد المالي الأفضل، العقد الفني المناسب، سابقة الأعمال المميزة لتولي الشركة إدارة الدوري الأسباني. دولت المبررات اللي ساقهم الأستاذ عمرو الجنايني علشان يتعاقد مع شركة إيه؟ مع شركة ميديا بول. ميديا بول. قال إن هي إيه؟ ده العقد المالي الأفضل والعقد الفني المناسب وسابقة الأعمال المميزة لتولي الشركة إدارة الدوري الأسباني. تمام. تيجي بقى نشوف شركة ميديا برو اللي أستاذ عمرو الجنايني قال أو فاجئنا كلنا إن هي بتدير الدوري الأسباني، ده على خلاف الحقيقة، لأن المتولية إدارة الدوري الأسباني اللي هي شركة هاوك إي اللي هي عيون الصقر، وديت واخدة حقوق الليجا والدوري الأسباني 4 سنوات. يعني واخدة الحق بتاع الفار في التقنية في الدوري الأسباني لمدة 4 سنوات. وشركة ميديا برو اللي موجودة بره ملهاش أي سابقة أعمال. نقول بقى السيرة شركة ميديا برو اهي حضرتك بقى تجيب حط ده قدام الناس وأنا هقرأ لك أنا فضل. لأن هي هتبقى كتابة مش واضحة قوي. شركة ميديا برو ديت العنوان موجود في السجل التجاري هو 9 شارع محمد سعيد الحلواني من شارع العروبة مصر الجديدة، بداية النشاط 27 يناير 2019، ده مستخرج من السجل التجاري مستخرج رسمي برقم 130505. نشاط الشركة إقامة تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلات العامة والمهرجانات الفنية والغنائية والرياضية بشأن استصدار الترخيص اللازمة فيما عدا التصوير تحت الماء، تسجيل الفيديو للأحداث الرياضية وإعداد وإنشاء تجهيز إدارة وتملك استديوهات التصوير وتأجيرها واستئجار وأماكن التصوير، الدعاية والإعلان بكافة الوسائل المسموعة، بيع واستغلال حقوق الملكية الفكرية في كافة المجالات التجارية والرياضية، إنتاج وتوزيع المصنفات الفنية. المؤسسون دولت موجودين في اللي هي الصفحة في السطر الثاني ده، جوزيف ماريا بنت فيران، جوزيف ماريا بنت فيران، جوازه رقم AA1394507، ممثلة عن شركة ميديا انترناشنال SL ميديا برو. يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها، مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة وللمجلس الحق في أين يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين. رقم 2 عمر سيمون بيلتي جرار، برضو جواز سفر ورقم BAF697872، جرومي روس لوب، جواز سفر AAG896204، ممثل عن شركة ميديا برو بيروديكسون اس. رأس المال المرخص عندنا في الصفحة دي، رأس المال المرخص أو في الصفحة الثانية على ما أعتقد، رأس المال المرخص للشركة 2,500,000. 2,000,000 إيه؟ 2,000,000 جنيه. 2,000,000 جنيه مصري و500,000. يعني 2,000,000 جنيه مصري وياخد عملية 90,000,000. ب90,000,000 ازاي؟ هو ما هو دي بقى اللي عند حضرتك ايه؟ في عند حضرتك هنا قانون 182. طب نكمل قبل ما نروح للقانون، خلي بالكم اجمالي الصفقة 90,000,000 والقوة المالية اللي موجودة في السجل التجاري 2,000,000. لا ده هنقول رأس المال كمان كان كام؟ ده ال 2,000,000 دولت، ال 2,000,000 دولت خدوهم من عائد البطولة بتاعت الأمم. يعني ده ال 2,000,000 انضافوا للراس المال من عوائد البطوله بتاعت امم افريقيا. لكن هو ما كانش فيه 2,000,000. تمام. تمام. هنا بقى مجلس اداره شركه ميديا برو وافقت بالاجماع على تعيين السيد تامر، عايز الصوره بقى بتاعت حضرتك، استاذ تامر يسري زكي بدوي كمديرا العام للشركه. اهو. كما وافقوا السادة بالإجماع على منح المدير العام السلطات والصلاحيات التالية: يكون المدير العام منفردا في الحق بالتعامل. تمام؟ ده الأستاذ تامر يسري. طيب. هنا بقى الأستاذ تامر يسري طلع تصريح وقال
ان هو اعلان حقه في التعاقد من جانب مسؤول الشركه. ده كان قايل قبل التعاقد بكام؟ بحوالي 5 شهور. فهو المستند ده اللي هو متصور بيه مع وليد العطار. احنا بس معانا صوره الجواب اهو، صوره طبق الاصل اهي. تمام. اها ده اعلان التعاقد مع الاتحاد المصري، وده اللي الصوره جابته واللي هو راح بيها بقى يتاجر ويقول انا مضيت مع الاتحاد المصري، وهو لا عنده اليه ولا عنده راس مال ولا عنده اي حاجه. انا بس عايز اقول لك هنا استاذ عبد الناصر، يعني ال 33 يوم دول مش قليلين قوي كوقت ان احنا ننجز فيهم مشروع زي ده.